يقول: مجموعة من الشباب جاءوا إلى جدة في هذه الأيام جاءوا إلى جدة في هذه الأيام لغرض العمل، لكنهم ينوون الحج ولم يحرموا من الميقات بسبب عملهم، فعند إرادتهم للطواف هل يخرجون إلى الميقات؟ عند إرادتهم للطواف، طواف أو للحج، عند إرادتهم الحج. إن كانوا يوم يمرون على الميقات وهم ينوون الحج هذه السنة يرجعون إليه ويحرمون منه، أما إن كانوا ما يدرون يحجون ولا ما يحجون ثم عزموا على الحج يحرمون من المكان الذي عزموا منه. نعم.